السلام عليكم، كيفكم؟ هذه الرسمة سوف تكون بالألوان المائية. قبل أن نبدأ بالتلوين رح فرجيكم ما هي الأدوات التي استخدمتها. استخدمت هذا الورق من ماركة ستراثمور، هو ورق خاص بالألوان المائية مكتوبة على ووتر كولر كولد بريس، وهو وزنه 300 جرام. هذا الورق أنا أصنفه بأنه ذات نوعية جيدة للرسم بالألوان المائية. أنا أيضا بحاجة إلى وعاء في ماء نظيف، بحاجة إلى أي فوطة أو منشفة حتى ننظف فيها الفرشة. والألوان التي استخدمتها هي هذه العلبة الصغيرة من ماركة وينسر أند نيوتن اللي بيجي فيها 12 لونا. هيا بنا نبدأ. وطبعا الفرش هي درجات مختلفة. أوكي، الرسمة أنا رسمتها بقلم الرصاص لاختصار الوقت، ما صورت أنا وعم برسم، لكن عندي على القناة هون في عدة فيديوهات أنا شرحت فيها كيف نرسم الوجه، كيف نعمل التقاطيع والتفاصيل، خاصة وأنه هذه وجه مباشر عم تطلع مباشرة علينا نحن. أول فرشة رح أخذها، رح أخذ هذه الفرشة اللاينر رفيعة رقمها 3 على 0، ماركتها AIT Products Round، يعني أنا مشتريتها من أمازون، ما بعرف إذا ماركتها مشهورة أو لا، لكن فرش هذا نوعية جيدة. أوكي، طبعا مرحلة أولى بللت الفرش شوي، وراح أخذ أي لون لحتى أعلم أرجع الملامح فوق الرصاص، أحط أعلمها بالألوان المائية بهاي الفرشة الرفيعة أو الفرشة الدقيقة. أنا هون في عندي بقايا لون أوكر، راح أحط فوق منهم القليل من هذا البني اللي هون. طبعا رسم الوجوه بشكل عام دقيق، في دقة، وإذا عم نرسم بالألوان المائية لازم نكون دقيقين أكثر، لأنه الألوان المائية محدودة التصليح، يعني ما فينا نصلحها كتير. أوكي، بعمل هالمرحلة بس هيك بيصير الشغل أسهل علي أنا. هيك انتو كمان بتشوفوها اكتر، بتبرز اكتر. رح حاول اني اعمل زوم ان. طبعا هي سيدة كبيرة شوية بالعمر بس مش كتير كتير ختيارة. انا سبق رسمت لكم سيدة ختيارة هون عندي على القناة، كان بوجه في تجاعيد اكتر من هيدي السيدة. هون هي بايضة كتير هاي السيدة كأنها شقرة. هيك رح حاول اعلم حواجبها شي بسيط لانه الحاجب انجأ مبين. اوكي، بعدين طبعا هون باطار العين في عندها جفون فيها ترهلات، عاملين خطوط. طبعا هيدي الجمالية بوجه الانسان، ما حدا يحاول انه يخبي التجاعيد اللي بتطلع له، لانه هذه جمالية سبحان الله. علما انه ببعض المراحل من عمرنا منحس انه بدنا نخفيها، بس لا خلص نقتنع بالطبيعة ونحبها. كل ما حدا بيضل على حاله، كل الناس بتتغير، ما بيقولوا ما بيضل على حاله إلا هو دخيل اسمه. أوكي، بهيدا الشكل. أنا يمكن حدثكم بمواضيع خارجي عن الرسمة هون، صار لي زمان ما عملت فيديو، وللصراحة الشيء اللي هيك مخليني متراجعة إني أعمل فيديوهات هو المشاهدات القليلة جدا عندي على القناة، يعني تقريبا ما في مشاهدات. بس انا يعني هيك حبيت اني كمل كل فترة بعد فترة فيديو، يعني لانه بحسهم تعليميين، يعني ممكن يضلوا، ممكن في يوم من الايام احد يستفيد، بكون انا تركت شي منيح يعني. اوكي، هلأ العين البؤبؤ هذا تقريبا ما في ضوء، انا رح حاول اترك فيه ضوء صغير، بس هو للصراحة ما في ضوء. اوكي، بهذا الشكل تقريبا علمت اطار العيون. طبعا هو هون تجاعيد. اوكي، الرموش مش مبينين، انسوا الرموش. نيجي شوي هون منطقة الانف في عليها تجاعيد ايضا. طبعا بتعرفوا بالالوان المائية بس بدنا نخفف اللون، نخليه يطلع فاتح اكتر، منزل له مي. اوكي،
انزل قليلا على منطقة الأنف هون، في عنا هاو الفتحتين مبينين. طبعا في وحدة هلأ بعد شوي بالمرحلة القادمة بتشوفوا انه في ضوء اكثر من ظل على بعض المناطق، لذلك يعني ما بنتأيد بشكل محدد 100%، بس انه طبعا اللي لازم نعمله مبين انها ملامح سيدة يعني. اوكي هلأ هون تحت الانف راح اسحب هذا اللون شوي، هاودي خطوط الخدود هون. اوكي جيت شوي على ميلة الجبين، يعني هي لابسة غطاء على وجهها على راسها عفوا. المنطقة اللي بتكون تحت الغطاء مباشرة بيكون فيها ظل، لأنه هذا الغطاء بيكون عاطي ظل على البشرة على الجبين يعني. اوكي نرجع قليلا للأنف من هون. رح كمل الشغل نزول، رح اجي شوي لهون على المنطقة اللي مباشرة فوق الشفة، بعلم الشفة. هي طبعا عم تضحك مبينين اسنانها. هلا انا بكمل لتحت، بيرجع بيجي نظري لفوق بلاقي ناقص شي برجع بزيده، يعني شيء طبيعي هيدا. اوكي بس حبيت انكم تشوفوا كيف عم برسمها. الفيديوهات التعليمية والسكتشات اللي كنت أعملها بالأول بالوقت الحاضر موقفتها على اليوتيوب، يعني للسبب اللي ذكرت لكم إياه قبل شوي إنه ما في تشجيع أبدا وبتاخد من وقتي كتير. بقى قررت إني كمل الرسمات أو اللوحات اللي أنا حابة إني أرسمها لهذا العام، وأحيانا بصور شي منها. أوكي بهيدا الشكل ما نيجي. هي شوفوا سيدي سمينة يعني في عندها ناصحة، لذلك هون هيدا الدقن نهايته هون. اوكي بس هي تحت الدقن عندها دقن، يعني رقبتها ما شاء الله تحت الدقن والرقبة فيها كتير طبقات. بقى هالطبقات بحاول اني اعلمهم هيك كمان بهيدا الشكل. اوكي هون في تجاعيد، هيدي المبسم هيك بكمل لهون. هذه سيدي فلسطينية، جبتها الصورة قلت لكم من صفحة فلسطين دايري من زمان من حوالي السنتين، وما زالت موجودة عندي على الهاتف. كنت على أمل أني أرسمها بيوم من الأيام، إلى الآن لحتى صار في مجال وصار في وقت. أوكي أنا هون رح كمل شغل على هذه المنطقة حتى عبي ملامح الوجه. هون الأذن هيدي مبينة. أوكي نكمل بس نعلم الإطار هيدا اللي هون تحت المنديل حتى يبين. هون في عنا الأذن هيدي مبينة بس شوي يعني أنجا. أوكي مش كلها، رح أعلمها شوي. طبعا مثل ما شايفين هالمرحلة بس هيك ضربات.
مش كتير تفاصيل، بس انه تخطيط حتى يساعدني كيف بدي يبلش المرحلة اللي وراها. قالي الرقبة جزء لا يتجزأ من كل المشهد. اوكي، هون انا في عندي خط، هيدا خط الضوء. هون بعد في عندي خطوط تجاعيد بالرقبة، مش تجاعيد، طيات يعني. غيرت الفرشة، اخذت فرشة اكبر شوي. هذه الفرشة رقمها 2، الماركة هي ووتر كولر راوند، بتجي من هون ماسكته شفافة. هاودي كمان انا اشتريتهم من امازون، كمان نوايتهم جيدة وكان سعرهم مقبول وقتها. اوكي، هلأ رح نبلش. يعني حابين اشتغل الوجه ككل، يعني مش كاجزاء اجزاء. خليني اشوف شو الالوان اللي بدي اخذها من البالت. خلينا ناخد شي فيه على ظهر، اذا ما في ظهر نحنا بنعمله. اوكي، هون في عندي بقايا احمر، اوكي بحطهم هون، بحط فوق منهم اصفر من هيدا. خلينا نشوف هيدا اللون اللي طلع حلو، انا شايفته حلو للبشرة. خليني بلش هون، هاي المنطقة تحت العين هون. اوه كتير حلو هاللون. اوكي، بصير هيك بحط ضربات ضربات باماكن مختلفة. هاي المنطقة تحت المنديل هون بغمقها اكتر. نفس الفرشة خففت اللون بالمي وبسحب هيدا اللي هون حطيته شوي هيك لتحت. اوكي، برجع باخده وزيت. معاش بدك تلعب؟ اوكي، هون المنطقة خففوا بالمي، شوفوا بسحبوا هيك. كتير حلو هيدا اللون طلع، كتير كتير. هون كمان بالرقبة بحط ضربات منه نفس اللون بس خففته بالمي اكتر، بسحبوا شوي لهون للخارج تحت هالمنطقة بحط منه. هذا الشكل. هلا رح ارجع اشتغل على العيون، بتكون نشفت هاي المنطقه هون منيح. العيون هون في عندي بقايا لون غامق، هو تقريبا مائل على كحله، اسود كحله هيك شيء. اوكي، رح اخده وخففه بشي لون تاني، رح زد له البني هيدا لانه ما بدي اسود كتير. اوكي، هيك صار عندي لون غامق. راح اطلع للعيون، هلا اعمل هادي بالاول. اوكي، وبمده. هلا اللي بيساعدني انا انه هاي الفرشه راسها جدا رفيع، في حال الفرشه اللي عم تستخدموها راسها مش رفيع بتغيروها، بتستخدموا فرشه ارفع يعني. اوكي، شوفوا ضربات الخطوط بديش اعملها كلها موصولة، هلأ بسحبها بالماي. اوكي، بهيدا الشكل. هيدا الجفن اللي هون عندها جفن عريض طالعين لبرا، حتى
تجاعيد طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي. وهون هيك برجع بقلب العين بحط كمان، بجي لهيدي العين الثانية كمان نفس المبدأ، وبعلم إطار الجفن. اوكي هون بطلع لشوي غامق لبرا، القليل القليل على الحاجب مثل ما قلنا، حاجبها مش اسود. هون شوي اوكي، رح اترك العيون هيك، رح اجي لهاي منطقة الفم، هي عم تضحك تحت سنينها هون، المنطقة الغامقة اللي بين الاسنان وبين الشفة السفلى، عاطي ظل، هيدا الظل رح اعمله بهيدا اللون. اوكي رح اخد منه القليل لهيدا خط الاذن اللي هون حتى اقدر احدده يعني، وايضا هون شي قليل تحت المنديل. بعرف ليش تعودت اني احكي انا وعم بشرح، انا وعم صور الفيديو، هيدا كل يوم بيجيني مسج من واحد بيتابع القناة من استراليا بيقول لي انه بيتابع القناة وبيحط يعني بدون صوت. انا انبسطت لانه هيدا دليل انه الحمد لله يعني عم توصل المعلومة اللي أنا حابة إني وصلها من خلال هذا النشر يعني. أوكي خففت بالماي بس لحدد الإطار الخارجي، ما بدي إياه لون غامق هون. شو رح زيد اي الوان؟ بدي زيد الوان اصفر، رح اخذ هيدا الاصفر الفاتح بزيده على اللون اللي حضرته قبل شوي مع الاحمر. اوكي بس هيدا ليكون في اصفر اكتر. حطيت مي على الفرشة، خليني بلش. في عندي هيدي المنطقة الهون اللي فيها تجاعيد، في عندي هون شوي تحت بسحب لجوا. طبعا هاي المناطق اللي ضلت عندي ضوء بهذه الجهة بحط فوق منها اصفر. خليني اكمل شغل هون. انا مثل ما شايفين بشتغل بجميع الجهات يعني، ما بحب اتبع قاعدة معينة بالرسم، لان الرسم بالنسبة لي هو استمتاع، انا فترة بستمتع فيها، لا احب ان اتقيد باي قواعد او اي شيء، خاصة هذه القواعد انه بلش من هون خلص هون امسك الفرشة بهذه الطريقة. انا هذه القواعد مع احترامي لكل الناس اللي بتستخدمها لكن لا استخدمها. خلص تقيد، خلي كل انسان يرسم مثل ما هو بده، مثل الطريقة اللي هو بيرتاح فيها. اوكي هم مثل ما شايفين في بعض الخطوط خط احمر، ما شفته حطيت، بدي اسحب الاحمر لداخل الانف لفوق يعني.
اخد شوية من هيدا اللون هون اللي هو اوكر. اوكر طبعا هو من درجات الاصفر الجميل جدا. حطيت معه القليل من الاحمر اللي كانوا موجودين هون، يعني ما ضفت له احمر جديد. راح ارجع للانف بما اني كنت عم بشتغل عليه، افتكر شتتكم معي. اوكي هون حطيت ضربي منه، ارجع لتحت العين ايضا، حاب يحط منه هون تحت الشفة من هذه الجهة. رح استخدم كمان هيدا اللون البني محروق. اوكي على جميع الاحوال انتو شفتوا الالوان اللي عندي بالباليت، يعني احسن ما ضل اخذت هلا هيدي الفرشه من AIT Products Round، مكتوب عليها رقم 0. طبعا ارقام الفرش تختلف من ماركه الى ماركه. يعني شوفوا راح اخذ هودي اللونين مع بعضهم، الاوكر اوكي، وراح اخذ هذا اللون اللي هو سيانا او البني المحروق بني محمر مع بعضهم، وبصير بخفف درجاتهم بالماء. رح اجي في شوي ايضا لتحت المنديل. بدي اخذ لون ليلكي اللي هو رح اخذ احمر. بدي احط فوق منه ازرق من هيدا. اوكي بيطلع عندي هاللون الحلو كثير البنفسجي. هيدا اللون البنفسجي بدي احط منه هون.
بدي احط منه هون كمان هون شوي. اخذت فرشة مسطحة رقمها 4 ماركتها اسمها نيكول. حط مي وبسحب اللون الموجود على الورقة هيك شوي لبرا. اوكي كتير حلو. بتعرف شو عم بنكفيه؟ خلينا هون ليلكي لكن بدرجة أخف بنخففه بالماي. بنحط هون ضربة، بنحط ضربة هون على الأنف، بننزل فيه لتحت يعني. بنحط هون ضربة هون هون ومن الأصفر هالمنطقة هون بدي هيك مثل ضويها يعني. بسحب شوي الأصفر لهون. اوكي لمنطقة الشفة رح اخد شوي من الاحمر. طبعا هي مش حاطة حمرة بس انه لون هلأ مزبط اللون، بس انه ليعطينا انطباع انه هيدي الشفة. وهون ايضا نفسها هيدي رح احط قليل من الأوكر فوقها. طبعا هون لجوا هي الخط لازم زغره انا.